بلد السيد يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية. السيد أحمد السيد رئيس حكومة تصرف الأعمال يسلم وثيقة مشروع. فيبدأ الحفل بدعوة أعضاء حكومة تصرف الأعمال وأعضاء حكومة الوحدة. الأهداف الأساسية للحكومة هذه هي إيجاد مخطط في آخر الاجتماع مش نقدم نسخة إلا منها عدناها ولا صار فيها نقاش كبير فيها القاعة هذه بيدها من عديد من الاجتماعات واتفقنا في 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 نسخة أخيرة وعديناها لمجلس النواب. طبعا النسخة هذه مش يقع تحويرها مش يقع نظر فيها من جديد لكن هذاك هو الأساس وهذا عمل اللي عملناه رو مش عملناه وحدنا كحكومة أنا ما عملناه على المستوى الجهوي وفي آخر ميزانية 2015 خصصنا تقريبا 178 مليون دينار خصصناهم للثقافة وخصصناهم للمرأة وخصصناهم منها للتربية. احنا قمنا بمجهود لباس به وقع مثلا في الفترة الأخرى تقريبا 18 ألف تونسي وقع من عنهم من الذهاب إلى بؤرة التوتر. أول كارثة عشنا هي 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 العملية متاع ودوما بدينا صارت لنا إشكاليات في الجنوب كانت كنتذكروش في ذهيبة شنو كبير هذا نهار 8 فيفري بعد في 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 مارس 18 مارس جات العملية الإرهابية نتاع تبردو بعدها في جوان 23 جوان جات عملية سوسة بعدها في نوفمبر جات عملية الوحدة. بالطبع هذا كان عنده انعكاس سلبي وسلبي جدا على التنمية وخاصة قطاع السياحة. ونقدموا تحية للسيدة وزيرة السياحة خاطر وضع عشناه وضع تعيس وضع منها صعب وصعب جدا. هذا بالطبع مش باش يخلي المؤشرات الاقتصادية كل تطيح. عفوا وثيقة مشروع المخطط التنموي 2016-2020 وفي إطار تواصل الدولة احنا قمنا بالمحافظة على المنظومة الأمنية وطلبنا بمزيد دعمها وتعزيزها في الفترة القادمة. نفس الشيء بالنسبة لبعض النقاط اللي ذكرتها السيد الرئيس مجال الاستثمار أو المخطط الخماسي كنت يوم الجمعة طلبت مجلس نواب الشعب بالإسراع في المصادقة على هذه المشاريع وهذيك هي الديمقراطية. الديمقراطية هي تواصل المؤسسات هي مؤسسات تتواصل بغض النظر على الأشخاص وعنا ثقة في شبابنا في شعبنا أنه قادر يتجاوز كل هذه المحن وأثبت الشعب هذا عبر التاريخ أنه قادر باش يتجاوز كل هذه الصعوبات ومعناش خيار آخر غير النجاح ويلزمنا ننجحوا وسنتحمل المسؤولية كاملة ويعني سنرعى مصالح هذه البلاد العزيزة. لا هو التوصيات أن معناتها مختلف أطراف المجتمع التونسي يكون له معناتها يساند هذه الحكومة يسمح لها بأن تعمل وتوفر لها المقومات حتى تنجح إن شاء الله تجد كل المساندة والسند من قبل كل الأطراف وفي مقدمة الأطراف وسائل الإعلام. أسهمنا نحن مساهمة فاعلة فيها منذ سنة 13 منذ التقينا بالأستاذ الباجي أن هذه السياسة تضم لها أنصارا بعد أن كانت مرفوضة. هذه السياسة تجتذب إليها مزيد من القوى حتى التي كانت رافضة لها مما يدل على أنها سياسة صحيحة وأننا ماشيين في الطريق الصحيح إن شاء الله. نحن نعول على هذه الحكومة في أن تحقق هذا البرنامج وأن تمثل رافعة حقيقية للتنمية بما يحقق
مزيد من المواطن الشغل لشبابنا خاصة، هذا تحدي كبير، وضع إعادة التوازنات المالية إلى نصابها. هذه الحكومة توفر لها ما لم يتوفر لغيرها من قاعدة سياسية وقاعدة اجتماعية، حيث هناك 6 أحزاب تشارك، هناك تيارات إسلامية ووطنية ونقابية ويسارية مشاركة، هناك قوى اجتماعية. فهذه الحكومة تتوفر لها قوة الشباب، تحتاج إلى مزيد من الجرأة، تحتاج إلى مزيد من الإقدام وإلى مزيد من التواصل مع الشعب من أجل تحقيق وثيقة قرطاج، من أجل رفع مستوى التنمية في تونس وتوفير الشغل لشبابنا إن شاء الله.